من جدة. التقويم طبعا هي نتاج لسنوات سابقة جمعت المعلومات. بدأت أجمع المعلومات من عام 2013، وبدأت أحط الأحداث في، يعني زي بتقول في موسوعة في كتاب واحد أو كذا. 2016 نزلتها ككتاب بس ما نشرته. 2017 سويتها بس بتاريخ هجري. 2018 إلى دحين، إلى 2020 عملتها اللي هي بطريقة 1442. فالحمد لله تكونت عندي معلومات من خلال بصمات اتحادية. كل بصمة اتحادي أنا بعملها اللي هي عبارة عن شخصية اتحادية، عمل لها سيرة ذاتية لكل لاعب أنا أقابله. طبعا المعلومات استسقية من اللاعب نفسه، من معلومات ومن تواريخ، وأنا أركز على التواريخ باليوم والشهر والسنة. بعض المعلومات يكون إذا كان اللاعب متوفي بستحصل المعلومات من الجرائد ومن اللي هم أهل المتوفي من اللاعب. أقدم معلومة حصلتها من أبناء علي سلطان الرئيس الأول لنادي الاتحاد، فجلست مع ولده العم عبد الله سلطان، ما شاء الله تبارك الله أعطاني كنز من المعلومات. أرجع للفيديوهات زي حمزة فتيحي، أرجع لبعض اللي عاصروا دول الجيل الأول، والحمد لله تحصلت منهم المعلومات. زي دي تتكلم على التقويم، أنا مرتبة بالحدث اليوم، يعني حدث، يعني لو نجي مثلا 2 محرم ألم الأحداث كلها في 2 محرم، قد يكون في عندي حادث حادثين 3-4 أحداث، ممكن 5 أحداث، فأحطها كلها في تقويم اليومي. اليوم جمهورك اللي صرت في دمه شدة وبحر. التقويم الأسبوعي والتقويم اليومي أهديهم لبرنامج صدى الملاعب للأستاذ مصطفى الأغا. أتمنى من الأستاذ مصطفى الأغا انه لا ينشغل في برنامجه اثناء ما يطلع في هذا، لانه هو حينشغل عن البرنامج نهائيا.